اهلا بحضراتكم من جديد. دايما الناس لما بتيجي تتكلم عن النادي الاهلي بتقول بيمتلك مجالس ادارات دائما قادره على التميز والتفوق والعبور بالنادي الاهلي لمكانه ابعد بكتير من كل المنافسين. ليه؟ لان اداره النادي الاهلي الاصل. في محاوله لاستنساخ تجارب ادارات النادي الاهلي بتحصل بس بتظل صوره. عندنا كلام كتير قلناه قبل الفاصل عن فكرة اللاعب اللي بيستشعر ان في مؤامرة على النادي والسنة الجاية هيدوسوا علينا، واللاعب ده بيستمد الكلام ده من بعض المسؤولين احيانا ومن الجماهير احيان اخرى، وان كان المصدر دايما هم بعض المسؤولين. تعالى نشوف احد الاعلاميين بيحاول مع رئيس اللجنة اللي بتدير نادي الزمالك حاليا بيحاول يصدر نظرية المؤامرة، ونشوف رد الكابتن حسين لبيب عشان عندنا تعقيب مهم. نطلع الفيديو. كل ده وحضرتك طول الوقت تطلع تقول للجمهور لا مفيش مؤامره، لا مفيش حد ضدنا، امال لو كان ضدك كان عمل ايه اكتر من كده؟ طيب خلينا نقول ايه يعني الحاجه الاولى اللي حضرتك قلتها اللي هو مجالس ادارات وبتتغير وبتتشال وبيجي. انا بس اللي بقوله ايه، احنا برضو كنادي الزمالك بجد يعني بصرف النظر عن اللي حضرتك قلته، النادي الزمالك برضو لابد ان الواحد يبقى، وانا هتكلم بكل صراحه، لابد ان ابناء نادي الزمالك يوقفوا التشاحن وان كل واحد يبص لمصلحته. ده اول حاجه في رايي الشخصي. لو كلنا اتفقنا وتوحدنا ووقفنا وراء اي شخص في نادي الزمالك، مش النهارده مثلا فلان داخل نادي الزمالك يبتدي يحارب عشان انا اخد مكانه. وده خاصيه في الزمالك. انا بقول بكل صراحه. طيب ممكن تسمح لي يا فندم طبعا اكلمك بكل صراحه استاذ من موقع لا مسؤوليه، انا مش مسؤول رياضي. طبعا كابتن محمود طاهر مهندس الكبير اللي كان رئيس النادي الاهلي كان مؤيده الكابتن خطيب طول الوقت في هجوم هائل عليه فتره اللي رئاسته وحرب عليه، بل دعوه للدوله بالتدخل لحل مجلس المهندس محمود طاهر. ففين التوحد وفين الكلام؟ يعني ما الاهلي برضه نفس الحكايه، ليه الدوله بتستجيب لمشاحنات الزملكاويه ولا تستجيب، الدوله هنا ممثله في مؤسساتها يعني، ولا تستجيب لمشاحنات الاهلاويه؟ كيف ترى وانت في قلق، انت رمز نادي الزمالك، شايف المشهد ده ازاي؟ معقوله ما يبقاش يعني اضطهاد او مؤامره؟ يعني عن تجربه شخصيه في يعني تقريبا احنا بقالنا ثلاث شهور ونص انا ما جاليش الاحساس داخل نادي الزمالك باللي حضرتك بتقول. وانا بره كان ممكن انا بتكلم زي حضرتك بامانه مطلقه، انا بقول لحضرتك بكل صراحه. احلى جمله اتقالت في الموضوع ده، وانا بره كنت ممكن اقول الكلام اللي حضرتك بتردده. استاذ ابراهيم عيسى سبق الكلام او السؤال الاولاني ان في ظلم تحكيمي باين، وان انا طلعت في وقت من الاوقات قلت ان انا عايش نظريه المؤامره، ولكن مع استمرار الحدث حسيت ان الموضوع لا مش حقيقي، وان في فعلا بيتم مفارقه او تفرقه بين الاهلي والزمالك. واستدل في كلامه عن فكره ان في حرب على الباشمهندس محمود طاهر، اللي هي فين؟ اللي هي حصلت امتى؟ ومين طالب من مؤيدي الكابتن محمود الخطيب؟ والكابتن محمود الخطيب كان خارج الصوره تماما في فتره الباشمهندس محمود طاهر. لما كانت الجماهير بتختلف مع الباشمهندس محمود طاهر كان بناء على بعض القرارات، لكن الكابتن او الباشمهندس محمود طاهر لما كان بيبقى في قرارات الجماهير كلها مؤيدها، اعتقد في صور شفناها في ملعب التتش ان جيله بتاعه الملعب مش باينه من دعم جماهير النادي الاهلي لقرار الباشمهندس محمود طاهر. لكن اللي بيحدث ان الانديه الاخرى بيتم فيها قضايا وشان يخصهم بيحاول يهد استقرار النادي، وده اللي قاله مين؟ اللي قاله الكابتن حسين لبيب. قال ايه؟ انا كنت بشوف كده وانا بره، لكن لما دخلت ما شفتش ده، فيما يعني ان احيانا الفشل بيوصل المسؤولين لفكره نظريه المؤامره. الاهم من كل ده الكابتن حسين لبيب هو تدخل من وزاره الشباب والرياضه بالتعيين. اعتقد نجاح الكابتن حسين لبيب على حد تعبيراتكم واضح جدا ان هو مش اختيار جماعي عموميه لنادي الزمالك، فبالتالي المفترض تشكره وزير الشباب والرياضه. على مدار التاريخ المسؤول في المنصب ده بيختار دايما اشخاص بتكون التاريخ بيثبت انهم اكفأ من اختيارات الجماعيه العموميه زي الدكتور كمال درويش. انا هاخد بقى من الحته بتاعت اختيارات الجماعيه
عمومية ولما الدولة بتتدخل لعلاج مشكلة أو حل مشكلة لنادي الزمالك كان الوضع إيه؟ من الفيديو ده لرئيس الزمالك السابق عماد عبد العزيز نطلع ونشوف قال إيه ونرجع نعقد. والله أنا لو اتكلمت في حتة عدم الاستقرار دي أنا مش عايز أقول إن ده طول عمرنا حتى وإحنا يعني وإحنا مشجعين. ليه يا فندم؟ وإحنا من بره ما أعرفش أنا طبعًا ليه؟ أكيد دواعي انتخابية 100% صراع كراسي يعني ده 100% فندم. ما يبقاش الصراعات الانتخابية وحضرتك عارف أساليبها إيه والكلام ده كله هي اللي بتؤدي لعدم الاستقرار طبعًا 100% فندم. هنا الكلام على لسان كابتن حسين لبيب وهو بيتكلم في نقطة مهمة جدا انه لما جه ودخل لقى ان المشكلة ملهاش علاقة خالص بأي شيء يضر بمصلحة نادي الزمالك من الخارج وهنا رئيس الزمالك السابق وهو بيتكلم ايضا عن ان الموضوع انتخابي وهنا لما جينا قلنا بقى ان وزارة زي الشباب والرياضة او مسؤولين اللي بيمثلوا الدولة في اختيارات المسؤولين هنا الوضع واضح وصريح انت عندك من اللي اتى برئيس نادي الزمالك في 2005 انتخابات اراء الجمعية العمومية دايما اللي كان بيصلح الوضع هي محاولة المسؤولين ان نادي الزمالك يكون في موقف زي ما قلنا قبل كده اتكلمنا كتير جدا في دخول كابتن كمال درويش او دكتور كمال درويش في الانتخابات اللي يمكن لم يكن ليظهر كوجه بهذه القوة لولا ان هو منح الفرصة فسمعنا كلام اللواء عماد عبد العزيز وكابتن حسين لبيب وهما الاتنين بيأكدوا ان بالعكس في اهتمام بنادي الزمالك وما فيش مؤسسة كبيرة زي نادي الزمالك كانت بتطرق ان هي تواجه اخفاقات بل على العكس اغلب الاخفاقات كانت نتاج اختيارات جمعية عمومية يا اسامة بالتأكيد يا فارس ويمكن حتى الاستاذ عبد الله جورج استعنى بيه كتير جدا وهو كان بيقول ان حتى الاستقرار اللي كان في المجلس الاسبق كان بسبب ان في ناس رفضت انها ترفع قضايا على المجلس عشان حقها في وجودها داخل المجلس وهم ترفعوا من اجل مصلحه نادي الزمالك فده كان نداء من الكابتن حسين لبيب ونداء ايضا من المستشار عماد عبد العزيز لما اتكلم فكره ان لازم نجنب الصراعات الشخصيه داخل نادي الزمالك جانبا ونبقى فاهمين ان الاستقرار او عدم الاستقرار هو نابع من نادي الزمالك نفسه.